حمزة صياد، حمزة رضي الله صياد يحب الصيد، رجال يعني خلنا نقول مثل هالناس اللي يحب الصيد والقنص، ولا هو بيدري، لا يدري ايش اللي يدور عند قريش، ولا يدري عن محمد ولا رسالة، مع انه عمه حمزة بن ابو طالب بن عبد المطلب. ومع ذلك في يوم من الايام لما رجع قامت جارية عبد الله بن جدعان عبده امه، فدخل حمزة رضي الله عنه، وحمزة جاي من الصيد معه قوسة ومعه ارانب ومعه غزلان، معه بما يدري عن شيء. فوقفت المرأة هذه في وجهه، قالت: تأتي من الصيد وابن اخيك قد سبه وضربه ابو جهل؟ قال: ماذا تقولين؟ قالت: محمد يضرب ويسب وانت مبسوط صيد وقنص ورايح جاي، اين رجولتك؟ يقول فالتفت كأنه صحصح، يعني قال: انا ولد اخوي ينضرب ويفعل به ابو الحكم ما يفعل وانا ساكت؟ يقول: فاخذ القوس وراح عند الكعبة، ويوم جاء عند الكعبة فاذا بالناس مجتمعين، افتح افتح افتح، ودخل قال: هذا ابو جهل قدامه، وطلع القوس وضربه على راسه طع، واخبطه هنا في وجهه على راسه، فصب الدم مباشرة من دون كلام. ابو جهل ما حد يقدر يقول له شيء، وحمزة اصعب، فنظروا اليه الناس، قال: تشتمه كذا، قالها بس حمية، وانا على دينه. يوم قال من هبلة قريش، هو ما بعد اسلم حتى الان، اتشتم ابن اخي وانا على دينه؟ ان كنت رجلا فردها الي، ان كان رجال اضربني مثل ما ضربتك. يقول وقف، وقام الناس قالوا: اصبات؟ قال: اتركوه، فقد شتمت ابن اخيه شتما لم يشتم به احد من قبل، انا اللي تلقفت، انا اللي رحت لمحمد وتدخلته وما تكلم فيني. ثم قام له رجل يريد ضربه، قال: ان كنت صادقا فتقدم، فان ضربت لم تبقى على الارض ابدا، ترى موتك اليوم. ثم قال: لا يضرب محمد، انا اشهد انه رسول الله وانه على الحق، وانا امنعه كما منعه ابو طالب، انا بعد بوقف معه ودافع عنه. واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يناظر الموقف، انبسط الرسول، لكن حتى الان حمزة ما بعد تلفظ بالشهادة ولا يعرف ما هو السبب. يوم هدت الامور راح كل واحد من بيته، حمزة قال: وش قلت؟ انا قلت كلام لم اقتنع به، وانا ما اقدر ارجع لو رحت، وقلت لهم انا لا استطيع، لن يقبلون الناس مني كلمتي كلمة. فدخل على محمد قال: يا محمد، انا قلت كلاما لم اقتنع به، لا ما بعد اسلم، وماذا عساي ان افعل؟ وش اقول للناس؟ انا وقفت من اجلك حمية، وقلت لهم اني على دينك، وانا ما دخلت في دينك. فقال: يا عم اسمع مني. فجلس النبي يسمعه ما جاءه عن الله، فرق قلبه وقال: اشهد انك على حق، فاني اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. وفرح النبي صلى الله عليه وسلم فرحا عجيبا باسلامه، لان اسلامه كان قوة للاسلام وللمسلمين.